ثروات محافظ ديالى تنهب، عقارات ديالى تنهب من قبل أطراف متنفذة موجودة في محافظة ديالى، لم يسلم منها لا المزرعة ولا الأرض الفارغة ولا الجراج ولا البناية، بل تعدى كل هذا، ذهبوا حتى إلى الأموات، بدأوا بنبش القبور وإزالة المقابر وبناء مشاريع تخدم بعض المتنفذين، الغطاء هو بعض المسؤولين ومنهم بعض النواب وأعضاء مجلس المحافظة وبعض مسؤولية الدوائر متورطين بالفساد. وهذه الملفات حقيقة مطلع عليها الأخ رئيس الوزراء والقادة السياسيين موجودين في بغداد. ديالى تبقى جريحة وديالى تبقى مهددة لهذه العمليات الفساد وعمليات الكر والفر مع الإرهاب من جهة والميليشيات من جهة أخرى. ويوم أمس كان حادث مع الأسف راح ضحيته بعض من قواتنا البطلة، استشهدوا في عملية حقيقة تم استهدافهم بعد أن منعوا حالة لاستهداف المواطنين في منطقة أبو خنازير، وبعد ساعات تم استهداف مواطنين عدد 2 من قرية كصيبة وتم قتلهم.